اهلا وسهلا بيك يا ست الكل في حلقه جديده من برنامج طلب اليوم. مش طبق اليوم، لا، طلب اليوم. زي ما انتم عارفين بنتعلم كل يوم ازاي نطلب اكله جديده بطريقه الدليفري. انا عايز بقى ستات البيوت تركز معايا عشان احنا في برنامجنا ده بنتعلم نطلب دليفري صح يا جماعه. النهارده ست الكل هنتعلم مع بعض طريقه سهله جدا لطلب الفراخ بالخلطه السريه دليفري. هنبدا بالمقادير. رقم واحد، منيو مطاعم ابو ماجد او اي مطعم صاحبه مخلف ولد، ابو حازم، ابو يوسف، اي حاجه زي كده، ويكون عليها رقم التليفون واضح. ونخلي بالنا علشان في منيوهات بتدوخك على ما تلاقي رقم التليفون. رقم اتنين يا جماعه، معانا كارت شحن ب10. انا جايبه احتياطي عشان البرنامج. بالنسبه لستات البيوت اللي خطها بيزنس او معاها رصيد مش محتاجين الجزئيه دي. والسؤال اللي دايما ستات كتير بتساله، لو ما لقيتش يا شيف كارت شحن اعمل ايه؟ هننزل لك ست الكل على الشاشه حالا ارقام خدمه سلفني شكرا لكل الشبكات. الخطوات بقى مع بعض ونركز قوي قوي. هتجيب الموبايل اهو بالطريقه دي كده وهتتصلي. بس خلاص خلصت. في ستات بتسالني برضو، لازم نفس نوع الموبايل اللي معاك ده يا شيف؟ بقول لهم لا لا خالص، ده موبايل البرنامج. وانتوا لو جيتوا البيت يا جماعه هتشوفوا الموبايل اللي عندي في المطبخ بتاعي، مطبخ عادي جدا وموبايل زي اي ست بيت في العالم. الو، ايوه، مطعم ابو ماجد. من فضلك عايز وجبه فراخ بروستد كومبو. بص يا ست الكل، خدتي بالك؟ ها انا فاجئته بالاوردر على طول علشان تعرفي انك انت داخله جد، جايه تطلبي مش بتهزري. اهم حاجه في المكالمه الجديه السرعه. وحاجه تانية يا جماعه، ستات بيوت كتير بتنساها. معلش يا فندم خليك معايا ثانيه واحده. في ستات بيوت كتير جدا بتنسى موضوع النفس اثناء المكالمه. ناخد نفس زياده. ايوه، ليه بقى؟ لان النفس بتاعك في المكالمه اهم من الطلب نفسه. كل ست بيت ليها النفس بتاعها في الطلب بتاعنا. ايوه ابو ماجد معايا لسه. احنا قلنا على الوجبه. طيب انا عايز كمان سلطه كول سلو، مش عايز سلطه خضراء، مش عايز ايس كريم، مش عايز كيكه الابل باي الشهيه، مش عايز كعكه الكوكيز اللذيذه، مش عايز اجرب سندوتشاتكم الجديده. خدت بالك ست الكل؟ هنا احنا ايه، ما بندلوش فرصه. لو حس بنبره تردد في صوتك مش بعيد الاوردر يجي غلط. ها ايوه حضرتك، نفس العنوان اللي متسجل على الرقم عندك. شكرا. على ما يجي الاوردر بقى، هنا كل ست بيت بيبقى ليها طريقتها في تسليه الوقت. بنسلي الوقت كده على نار هاديه يا جماعه. في اللي بتحب الكاندي كراش، المزرعه السعيده، والميزه انه بيبقى على نفس الموبايل اللي طلبنا منه. انا عن نفسي بلعب فيفا لانها بتحرق سعرات، بتدي نشاط للجسم وحيويه، وكمان فيها تسليه ظريفه جدا. زي ما احنا شايفين كده، في ستات بيطلبوا مني طريقه طلب البيتزا دليفري. يا جماعه دي كانت الحلقه اللي فاتت، طلبنا بيتزا بالخضروات وكانت زي الفل ولذيذه جدا جدا. يا ريت نتابع مع بعض. فندم عندنا اتصال. لا هات اتصال بقى، احنا ورانا ايه؟ خلصنا، انا هلعب اهو. ايوه يا فندم. انا مدام نسمة، انا عندي مشكلة. أيوة. بطلب الاكل يا شيف. لا لا، ربنا ما يجيب مشاكل يا فندم. معلش هرفع الرفعة دي بس. ايوه زي ما احنا شايفين كده. ايوه مشكلتك يا ست الكل؟ لما بطلب الاكل بيجي قبل جوزي ويبرد ويجلد. لا دي مشكله بتحصل في بيوت كتير جدا، انك انت لما بتطلبي الاكل ويوصل قبل جوزك بيبرد ويجلد. انا عايز اسال حضرتك، هو جوزك شغال ايه؟ طيار. طيار طبعا. لا الطيارين عندهم مشاكل في مواعيد الرحلات وضغوط، والطيران اللي بيتخطف والحاجات اللي زي ده. بيشتغل طيار دليفري. طيار دليفري؟ اه يا شيخ. طب اقفل يا ست الكل، انا ارد على حضرتك. يا جماعه انا قلت مليون مره، اي ست جوزها طيار دليفري تنفع جوزها وتطلب من المطعم اللي هو شغال فيه، وهو بالمره جوزها يجي مع الاوردر ويبقى جاي سخن بقى، فما تحصلش المشاكل دي خالص. بس تنبه عليه ما يمدش ايده في الاكل وهو بيوصله. مساء الخير يا شيف. ايوه يا فندم. انا جوزي ما كانش بيعرف ياكل غير من تليفون مامته. لدرجه اني حاولت اطلب بنفسي، ما عرفت، جبت خدامه بس للاسف الاكل كان بيوصل مالوش طعم. بص يا ست الكل، عمر ما الخدامه او الشغاله هتعرف تطلب دليفري زي ما ست البيت بتطلبه بنفسها. والبنت اللي ما اتعودتش تطلب دليفري في بيت اهلها صعب قوي قوي انها تطلب بنفسها بعد الجواز. عشان كده انا دايما اقول للام بالذات، بنتك تخليها تطلب معاكي، وشويه شويه تخليها تطلب لوحدها. الشبكه واقعه تاخديها من ايديها وتطلعي البلكونه، المهم انها تطلب بالتدريج. معانا اتصال تاني؟ معناش. طب اتصل انا بالناس ولا ايه؟ ما انا قاعد فاضي ما عنديش حاجه. طب نقرا ايميلات مع بعض. في رسائل كتير، كلها رسائل شكر، شكر، امتنان، عندنا شكر، حب، في شكر، شتيمه. اهو انت يا ست الكل. في مدام نوال بعتها بتقول لي انها عامله عمليه اللوز وصوتها رايح خالص، فبقت تطلب اكل من الانترنت بطريقه ذكيه جدا، وجوزها انبسط قوي وما حسش ان في حاجه ناقصه في البيت. انا دايما اقول ان ست البيت الشاطره بتتصرف. سامعين الموتوسيكل؟
سامع يا ست الكل صوت الموتوسيكل اهو بتاع الدليفري ما شاء الله داخل علينا في وقت كويس جدا زي ما قال خلال 45 دقيقه الاوردر بيوصل. لازم بقى تحضر الحساب تعمل حسابك في الفكه وما تنسيش لما يرن الجرس بنقف متحفزين جاهزين عشان نستقبل الاوردر. اهلا حبيبي ازيك. ولازم يا ست الكل تعملي حسابك انك انت تراجع الاوردر ومش عايزين غلطات في اللحظات الاخيره. زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله الاوردر جاي تحفه. انتوا مش عارفين الريحه عندي عامله ازاي يا جماعه. الفاتوره كويسه الدنيا مظبوطه وما ننساش بقى رشه بقشيش خفيفه بتدي الطيار امل في الحياه. الطيارين يا جماعه بتوع الدليفري دول نسبه كبيره من دخلهم بتعتمد على البقشيش فلازم تكون احنا هنا معاهم تديهم بقشيش كويس. انت واقف ليه؟ لا انا بشرح بس. اتفضل اتفضل اتفضل. ومعلش يا ست الكل ممكن نتعبك شويه تقدم لنا ازازه ميه مع الوجبه اللذيذه ديت او تطلبيها دليفري من السوبر ماركت زي ما قلنا في حلقات قبل كده. وفي نهايه الحلقه دايما معانا كل جديد ومثير ومفيد. صوابعك اللي طلبت بيها هتاكليها ورا الاوردر اللذيذ ده. نشوفكم الحلقه الجايه مع طلبيه السمك ودي معقده قوي غالبا هنعملها على حلقتين. انتظرونا وبالهنا والشفاء.